شوف وبعدين يا جماعه ما حدش فيكم عارف يولع الشمع. شبان لا يمضي يا بنتي ما يعرفوش يعملوا حاجه. انا هولعه عن اذنك انت، عن اذنك، عن اذنك. اتفضل يا كتير، اتفضل اتفضل. لا يا علي العدم. مش انا والله، مش انا. الله يخرب بيتك. بتقول ايه يا افندي؟ اتفضل. كده كويس. روق دمك يا استاذ، روق دمي. وانا بقى فيا دم يا استاذ، انا بقى فيا دم. اهدى اهدى يا استاذ، اهدى يا استاذ، اهدى اهدى. مسخره وقله حياه. السجاير ما فيهمش حاجه. اتفضل يا فندم، اتفضل سيجاره. لا انا بشرب سيجاره. اتفضل يا فندم. طيب تسمح تولع لي؟ حاضر يا فندم، تحت امرك. فيها حاجه يا فندم؟ ايه الحكايه؟ انتوا عازميننا هنا تهزقونا ولا ايه؟ يلا يا عندليب، يلا ده كلام فارغ. يلا ده كلام فارغ. عاجبك الفضايح دي؟ اهي الناس كلها مشيوا. انا عارف مين اللي عمل كده. لو قفشتك هقطه برقبتك. اطلعي اطلعي هتغدري، اطلعي يا كنت راجل، اطلعي. اديني طلعت اهو يا بتاع الكاس، عايز ايه؟ انا هقتلك، انت السبب في كل المصايب. من الصبح لازم نوديه لدكتور. انت ما تقدرش تقتلني. طب اطلعي كده وانا مرمط بيك الارض. انت قليل الادب. اهو انت اللي 60 قليله الادب. انا اسف معلش. مش معقول، مش معقول. ما اعرفش حبيتك ليه؟ 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 بونجور يا سامي. أقدم لك الدكتور شديد. مش دكتور بالظبط يعني، تقدر تقول كده أخصائي نفساني. اتفضل يا دكتور. لا مؤاخذة يا فندم، مش هقدر أعزمكم على أي حاجة عشان مدي إجازة للخدام. معلش يا أستاذ سامي، إحنا ما إحناش ضيوف. يا دكتور كان سامي في الأقصر، والظاهر إنه تعب هناك شوية. الشمس، لازم من الشمس. لا يا فندم وأنت الصادق، إله الشمس. إله الشمس؟ أيوة يا فندم، آتون. وماله يا أخويا؟ آتون آتون بس يعيش. يعيش إزاي يا دكتور؟ ده ميت بقاله 5000 سنة. والله ما دريت إلا منك دلوقتي، البقية في حياتك يا ابني، شد حيلك. هو في الحقيقة ما ماتش، لأنه إله، وابنه اسمه أخيتاتون، وآتون قال لأخيتاتون يقول هاميس إنها تمنعني. يا عيني، ما أبدعك، ما أروعك. أنا هبعت لك الجماعة من تحت. مع السلامة. هاميس. هاميس يا حياتي، هاميس. إلا قول لي عدم المؤاخذة، حضرتك بتشتغل في وزارة الأشغال؟ اشمعنى؟ أصل حضرتك قاعد تقول الهويس الهويس الهويس. أنا بقول هاميس يا دكتور. هاميس دي آخر عروسة نيل في الأسرة السادسة. السادسة؟ طبعًا. وليه ما تكونش السابعة ولا الثامنة؟ هو كدر يا دكتور، دي أسر، عائلات. طيب يا أخويا ما تزعلش نفسك، عائلات عائلات. أنعم وأكرم. صباح الخير يا هاميس، جيتي في الوقت المناسب، اسألها أنت بنفسك. هي مين يا ابني؟ هاميس واقفة ورا كتفك. واقفة ورا كتفي أنا؟ واقفة ورا كتفي ليه؟ هي كده، تحب تلعب زي العيال الصغيرة. ده إيه الفتوح ده كله؟ ده أنت مهول، ربنا يزيد ويبارك. وريله نفسك يا هاميس. لا، ما حدش يشوفني ولا يسمعني غيرك. ما هي دي المصيبة، أرجوكي تظهري ولو دقيقة واحدة علشان يشوفوكي. ده أنت لقطة، سبحان من أبدعك. هاميس، اعملي معروف، الحكاية بقت جد. يا ملكوت الله. أهي راحت، كويس كده؟ راحت؟ طيب يا أستاذ، أنا عندي اقتراح هيعجبك أوي. اتفضل. حضرتك عندك مانع تشرف عندي في المستشفى؟ مستشفى؟ مستشفى إيه؟ المستشفى الخصوصي بتاعتي. ليه؟ عشان ترتاح. هو أنا قلت لك إن أنا تعبان؟ هو أنت لازم تقول لي، ما المسألة واضحة زي لطشة الشمس. ايه دول؟ دول هيساعدوك. لو حد منكم قرب مني هفقع نافوخه، فاهمين ولا لأ؟ تسلم ايديكوا يا ولاد، تسلم ايديكوا. اربطوا لي الزبون بقى، اربطوه. ايوه. ايوه ايوه، عال. يلا يلا يلا. طبعا على خيرة الله. معلش، يلا اللي في الخير يقدمه ربنا يفتحك بالسلامة يا حبيبي. كفاية بقى، أنا لسه ما متش. أنت زعلان مني؟ لا، مبسوط قوي. أنا عملت كده عشان مصلحتك. مصلحتي ان انا اخش مستشفى مجاذيب؟ ومين بس قال لك انها مستشفى مجاذيب؟ امال ايه؟ مستشفى ولاده؟ دي فيلا عشان الناس اللي اعصابهم تعبانه، وكل ولاد الزواد بيدخلوا فيها. اولا انا مش من ولاد الزواد، ثانيا انا اعصابي مرتاحه، مرتاحه خالص. اهو ترتاح لك فيها يومين. يوه، انا مرتاح، مرتاح خالص، والله مرتاح مرتاح. ازاي انك ما بقتش طايق كلامي؟ انا مش طايق نفسي. طب انا ماشيه، مش عايز مني حاجه دلوقتي. لا متشكر، هجيلك بكره الصبح. مع السلامة. أنا ليه؟ أنا إزاي؟ أنا إمتى؟ إمتى؟ أنا مالي؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. أنت جيت إمتى؟ النهاردة. وقعد كتير؟ والله مش عارف. هما برضه اللي جابوك؟ هما مين؟ اللي جابوني. هما مين اللي جابوك؟ رواد الفضا. رواد الفضا؟ ايوه، اصل انا جيت الفضا هنا من غير سفينه. من غير سفينه؟ اه، من غير سفينه. شوف يا اسطى، اجي ليه بسفينه وانا مش عاوز؟ وبعدين؟ مش سيادتك سالتني قلت لي هتقعد هنا كتير؟ ايوه، اديني قلت لك. السلام عليكم. وعليكم السلام. انت بتطردني؟ ها؟ انت بتطردني؟ انت ضحي. انت ازاي؟ و60 ازاي كمان؟ انت ليه؟ انت ديكي انت صديقي، انت انيس البيت رفيقي. امشي. جدع انت ليه تعض كويس؟ امشي. كويس كده؟ اخرتها مستشفى المجازين. ما تزعلش. كل واحد يقول لي ما تزعلش ما تزعلش ما تزعلش، يعني اعمل ايه؟ افرح؟ طبعا تفرح. افرح ليه بقى؟ عشان انا فرحانه. يا سلام، وفرحانه ليه؟ عشان بحبك. بت ايه؟ بحبك. هو ده وقته؟ هو انتوا عندكم الحب له وقت. اه الظاهر عندكم المسائل كانت سايحه على بعضها، لا احنا عندنا كل حاجه لها وقتها. احنا كمان كان كل حاجه لها وقتها، لكن الحب كان كل وقت. فضينا من السيره المهببه دي، خلينا في المصيبه بتاعتي. مصيبه ايه؟ مصيبه السجن اللي انا مسجون فيه ده. ما تخرج. اخرج ازاي وكل باب مسنكر ب20 مفتاح؟ اول ما اسقف بايدي امشي ناحيه الباب. دلوقتي بقينا لوحدنا. اسمحي تقولي لي ايه الحكايه بالظبط؟ انت جايه ليه؟ واشمعنى اخترتيني انا بالذات؟ عشان انت بتحفر الارض. ما في ناس كتير بيحفروا الارض. لكن انت بتحفر الارض اللي فوق المقابر بتاعتك. طب وبعدين؟ وبعدين بعتوني عشان امنعك. مين اللي بعتك عشان تمنعيني؟ آتون. فكرتيني. آتون قال لي اخونا آتون. أخيتاتون. طب هتمنعيني ازاي بقى؟ همنعك. انت متأكدة من الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ طبعا. طب سؤال واحد كمان، اشمعنى اختاروكي انت بالذات؟ عشان انا اخر عرايس النيل. القصة السادسة. مظبوط. تسمحي تبطلي لعب وتردي عليا؟ اتعلمتي عربي فين وازاي بالسرعه دي؟ عربي اي لغه عندنا احنا في 5 دقايق كده كده. طب تسمحي بقى في 5 دقايق تحلي لي المشكل ده؟ عايز يعني مفيش غير حل واحد. ايه هو؟ انك تظهري قدام الناس ويشوفوكي زي ما انا شايفك، يسمعوكي زي ما انا بسمعك، علشان ما يقولوش عليا مجنون. ازاي ده يحصل؟ معرفش. آتون. ومين هيقول آتون؟ أخيتاتون. وأنا هقول أخيتاتون. هو هيرضى؟ على شرط. إيه هو؟ تبطل الحفر وتسيب العرايس مطرحها. يا حبيبتي أنا بحفر عشان الناس، عشان البلد. ولا علشان نفسك، عشان تبقى مكتشف عظيم وتاخد فلوس. يعني كده وكده يعني. خلاص خليك منك. يعني إيه؟ يعني يا تبقى عاقل وتبطل حفر، يا تحفر وتفضل مجنون. حاجة حلوة خالص. عايز الناس تشوفني؟ يا ريت. تسيب البترول؟ ده مستقبلي يا هاميس. احفر في حته تانية. حاضر. هقول لأخيتاتون. هو هيقول لأتون؟ شاطر. خلاص؟ خلاص. اسمعي بقى. تنامي هنا وانا هنام بره. لا انا وانت ننام هنا. مش ممكن. ليه؟ علشان ما يصحش. ما يصحش ليه؟ اسمعي بقى، انت صغيره وانا انا مش صغيره، انا عمري 4617 سنه. انت عمرك كام؟ تيجي تاكلي لقمه معايا؟ اكل ليه؟ انت مش جعانه؟ انا ما اكلش. اجي اتفرج عليك؟ هاي هاميس. الله، انت زوجتي تاني؟ انت عملت كده ليه؟ ايه اللي دخلك هنا؟ تابوت. تابوت ده ايه؟ دي تلاجة. يعني دولاب بنحط فيه الحاجات عشان تفضل ساقعة. أنا ساقعة. هريسة. يعني إيه هريسة؟ يعني بحبك. دلوقتي تدري. تصبح على خير. هاميس. هاميس هاميس زي الحال زفت. خير؟ هيجي منين خير؟ أنا بلغني إنك رحت المستشفى وهربت. وبعدين؟ ليه؟ ليه بس؟ ليه دلوقتي؟ ليه دلوقتي بس؟ ليه؟ هي مين؟ فين هي؟ بكام؟ ها؟ ليه تسيبيني دلوقتي؟ ليه تسيبيني دلوقتي؟ ليه؟ هي مين؟ هاميس. يا جدع فضك من الحاجات دي وشوف مستقبلك، هتودي نفسك في داهية. بحبها يا فتحي. بحبها قوي قوي. يا نهارك اسود، تحب جنيه عفريته؟ فاني بحبها من يوم ما اتوجدت في الدنيا، من 4000 سنه. ومالها ام 20 سنه؟ يا راجل يعقل، خلينا في دير اللي على قدنا. يا فتحي انا ما عرفتش طعم الحب غير لما عرفت هاميس. عرفت يعني ايه معنى التضحيه. بس لما الواحد يضحي ما يضحيش بمستقبله وحياته. امال يضحي بيه؟ يضحي بماهيه شعب، ودي تضحيه. اذا كان ربنا سبحانه وتعالى ما طلبش مننا اكتر من خروف. خروف؟ اه، نضحي بيه في العيد. يا دمك. طيب فوتك بعافيه. انا قلت افوت عليك يمكن تكون عايز حاجه. طب اقعد شويه. ليه؟ اقعد شويه يعني، وراك ايه؟ ورايا مصايب. طب اقعد بس شويه. اقعد. قعدنا. قوم بقى. قوم فين؟ قوم يا اخي، ما وراك شغل. هي لازقه لازقه. انت يا جدع انت مش قايل لي اقعد. طب قوم بس، قوم روح يلا. طب يلا. انا همشي، انما والله ما انا معتب هنا تاني. مش تبطل العفرطه دي. رحتي فين؟ رحت لأخيتاتون. ايه؟ صحيح؟ وقال لك ايه؟ آتون وافق. يعني دلوقتي هتباني قدام ناس؟ انا قلت آتون وافق، انما لسه ما اداش الامر. طب والامر ده هيجي امتى؟ ما اعرفش. هو انتوا كمان عندكم روتين؟ روتين؟ ايوه، يعني يكون مثلا الورق قدام الوكيل، ومن الوكيل لمساعد المدير، ومساعد المدير للمدير. تبقى الحكايه لها جذور اثريه. يعني انت ما عندكيش فكره ابدا الامر ده هيجي امتى؟ يجي في اي وقت. طب ما احنا لازم ناخد استعداد. ازاي؟ يعني مش ممكن تظهري قدام الناس كده. ليه؟ وحشه؟ زي القمر، بس لازم تبقي زي البنات المودرن. لازم اشتري لك هدوم. عن اذن دقيقتين هغير هدومي واجي لك. ها؟ احسنت ذوقي. عايزه دي ودي 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 ودي، وعايزه جزمه، وعايزه كله كله كله. انت اللي هتدفعي كله فلوس. دي فلوس؟ ايه فلوس؟ انا ما عنديش فلوس. سامي عنده فلوس. سامي ده الاستاذ اللي بيستنيكي بره؟ ايوه. هو جوزك؟ لا، هو مش جوزي، هو حبيبي. سامي لازم يجيب لي ملابس زيكم عشان الاذن جاني. خلاص. اذن ايه؟ اني اظهر قدام الناس. خلاص كل واحد يقدر يشوفني. مش انتي شايفاني؟ ها؟ طبعا. ايه ده؟ غريبه دي حكايه ما يعرفهاش غير سامي. المهم دلوقتي عايزه ابقى ست حلوه زيكم. سامي وبعدين معاكي مش هتبطلي الشقاوة دي؟ حلوة حلوة. خطيبي. خطيبك مين؟ النيل. بتعمل ده كمان؟ الحرم الكبير. هنبقى نروح نزور. الهرم ده دليل الظلم والسخرة والتحكم بتاع زمان. بالعكس، الملوك دول كانوا اهدى الملوك في الدنيا. ايامهم ما كانش فيه شغل. كان فيه بطالة؟ ايوه كان فيه بطالة، عشان كده اضطروا يبنوا الهرم عشان يشغلوا الناس. دي فكرة اقتصادية عظيمة. ايه رايك بقى يا حلوه؟ تبني هرم ولا مصنع زي ده؟ مصنع. شايفه دي لونها حلو. اتفضلي اركبي يلا. يا سلام، مين كان يصدق ان انا احبك؟ ليه؟ لاني عمري في حياتي ما امنت بالحب. امال كنت هتتجوز ازاي؟ عشان كل الناس لازم تتجوز. بس وليه كنت هتتجوز اللي اسمها الديدي دي؟ انا لازم اتجوز واحده يعني. مش معنى ديدي بالذات يعني بنت ناس وابوها المدير بتاعي، انت عارف ظروف الدنيا يعني لازم كده. بس ايه ده؟